مرحبا بكم مدرب الاتحاد الرياضي لأفرار، ما هو تقييمكم للمباراة اللي جرت بين الاتحاد الرياضي لأفرار ورجاء أزيلة اليوم واللي انتهت بالتعادل؟ السلام عليكم، مرحبا سيكسوا، الله يجزيكم بخير. نتوما ديما مساندينا لا في اي مقابله كنمشيو تتساندونا الحمد لله، وراكم شفتوا المقابله دات في جو رياضي، اللعبه في المستوى، الصفوف هي اللي كدل على داك النتيجه اللي كاينه على سميتو على المستوى ديال سميتو ديال اللعبه الفريقين بجوج. والمباراة راه كما شاف الجميع الحكم الله يهدي الحكام علينا، راه فسدوا لنا هذه المباراة هذه اللي هي كانت مباراة ديربي بين أفرار واتحاد أفرار ورجاء الزلال، مباراة اللي كنا كان الكل تنتظرها، والحمد لله راه دازت مباراة في جو رياضي، والحكم الله يهديه الحكام الشرط ديال الوسط اللي فسدوا لنا المباراة هذه. شكرا.